السلام عليكم، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جابت لكم أطباق مرة حلوة، عملتها في عزومة، وترى دائما أعمل هذا الربيان المحشي في عزايمي. بصراحة الكل يعجبه، من السنين اتعلمته في أمريكا، وكنا نعمله بلحم الكراب. الكراب ميت نحطها مع الحشوة، كان جاهز ينباع في علب زي علب التونة. بعدين مرة ما حصلته في السوبر ماركت فعملته بهذه الطريقة، بصراحة طلع ألذ بمراحل، جدا طلع ألذ، وترى طريقته سهلة، وممكن قبل العزومة ينعمل، يعني حتى قبل شهرين ثلاثة يقعد في الفريزر أبدا ما يجرى له شيء. نجيب الربيان، نشيل القشر، نخلي الذيل، نفتحه وندقه مدقة الستيك، لما يتفتح زي كذا نرصه على صينية، طبعا نكون غسلناه ونشفناه تمام ما في نقطة مويه. بعدين في ثوم، كزبرة، سيلري، كرفس امريكي مفروم ناعم، بصل اخضر، بقسماط، طحين، اجينو موتو شوية، وصويا صوص، وكزبرة خضرة، وبصل اخضر، نشا، بيض، هذا هي، ملح وفلفل اسود. مرة مقاديره قليلة، لا تقولون لي انا اخذت كورس في الاكل الصيني في هونغ كونغ، ويحطون في كل الوجبات اجينو موتو وصويا صوص، ما ضرهم. انا ما احط في كل الوجبات، يعني في الطبخات الموسمية في السنة مرة مرتين، ما اعتقد يضر. الحين يقولون يضر بس ما اعتقد. المهم نحط الخضار في الماكينة، السلري والبصل الاخضر والكزبرة الخضراء والثوم، شوية أجينوموتو، بعدين نحط مثل ما قلت لكم صويا صوص والأجينوموتو وملح وفلفل أسود، نجرشهم جرش، ما نعملهم معجون، نطحنهم لما ينجرشون جرش بالماكينة. هذا الملح والفلفل حطيناه، نحط بياض بيضة، مو صفار يعني بيضة كاملة لا، بس البياض. الحين نغطي الماكينة ونجرشهم مثل ما قلت لكم جرش خشن شوي، بعدين هما راح ينطحنون زيادة. نجيب الربيان هالمرة المنظف اللي ما فيه ولا نتفة قشرة، نحطه معاهم ونطحنه. لما ينطحنون ويختلطون كلهم تمام، شايفين هذا شكلهم. الحين نحط لهم إما ملعقة ونص نشا أو نص كوب بقسماط، الاثنين مرة ممتازين، يعني الاثنين ما بينهم فرق. أنا مرة عملته بالبقسماط طلع مرة كويس، وبالنشا مرة كويس، يعني ما فرق الموجود. نرجع نخلطهم، صار عندي هذا الخليط. بالملعقة نبلل الملاعق بالموية، ناخذ كومة نحط فوق كل واحدة ونملسها تمام، نحطها في الموية ونملسها تمام. أهم شيء إنها تلصق الجوانب، الحشوة تلصق في الجوانب تمام، عشان بعدين هي حتكش وقت القلي، ما تروح عنها، ما يعني ما يصيرون طبقتين، يصير كله قطعة واحدة. هذا هو، نحطها كلها فوق كل ربيانة، شايفين بالملعقتين أسهل شيء. ملعقة مبللة بالموية مرة سهل التعامل معاها، مرة يعني ما تقولون شيء صعب، تشوفون وتحسبون شيء والطبخة فخمة إنها مرة متعبة، أبدا. الحين نشيلها نغبسها بالطحين مثل ما أنتم شايفين كذا، نحط كومة طحين فوقها ونضغط بإيدنا عشان يتلبس، بعدين ننفض الباقي، ما نخلي فوقه طبقة طحين. إذا خلينا فوقه طبقة طحين بعدين يصير زي العجين، إحنا ما نبغى عجين، ننفض الطحين الزايد. نرجع زبدية صغيرة، نكون خافقين بيضتين مع رشة ملح ورشة فلفل أسود، لازم الصغيرة أسهل، الكبير الصحن الكبير ترى ما ينفع للبيض، عشان كذا تتلبس تمام. نشيلها بالشوكة ونحطها في صحن فيه بقسماط، نرجع برضو نغطيه تمام تمام بالبقسماط تمام، نرجع نضغط عليه كذا بإيدنا عشان يتلبس تمام بالبقسماط، برضو نشيله وننفضه من البقسماط الزايد، ونكبس عليه بإيدنا عشان يتلصق،
ما في أسهل منه، شايفين زي كذا نكبس عشان يلصق. نحطه في صينية، أفضل نحطه في الفريزر على الأقل نص ساعة، تتماسك الخلطة تمام أحسن، بس لو مستعجلين مو مهم. على طول نسخن زيت في المقلاية، ما يكون زيت مرة عميق مثل ما أنتم شايفين، لأنه حيتوسخ ويصير أسود، يعني نص الكمية أكيد راح نغير الزيت، ولا بعدين يصير باقي البقسم باقي الربيان أسود. نقلي، تكون النار وسط عشان على مهله يستوي من جوا، ياخذ وقت. احيانا انا اقلي بس شوية وافتح الفرن واحطه في الصينية في الفرن، يكمل النضج في الفرن 10 دقائق فرن حامي. وهذا هو رائع 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 والله، لذيذ ويعجب الجميع بصراحة. هنا قدمته في حفلة مع كبة سمك، يعني انا بصراحة دائما اعمله هذا مع السمك بالتمر الهندي. كل الوصفات هعملها لكم ان شاء الله. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، تابعوني دائما. الله معاكم.